الناس كلها قالت الاهلي بعيد عن الدوري السنه دي، ويمكن في اهلاويه كتيره خافوا فعلا، لكن جبت الثقه دي منين يا كابتن سيد؟ الثقه دي كانت عندك منين اللي الاهلي هياخد الدوري؟ قلت المره اللي فاتت من شخصيه الاهلي، من كيان الاهلي، من تاريخ الاهلي. انا فارق 8 نقط دلوقتي الحمد لله، فضل من ربنا سبحانه وتعالى يعني، لكن مش هعمل زي غيري، مش هعمل زي غيري ابدا، لا بالعكس بنحترم الناس وبنقدرها، يعني مش هعمل زي الناس اللي كلمت وقللت من شان الاخرين، لا احنا بنكبر ومن قيمه ومكانه نادي الزمالك. عندنا ثلاث